السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله راح ناخذ درس جديد بعنوان فونيكس. طيب، راح نتعرف اليوم على كلمات جديدة باللغة الإنجليزية. قبل ما ندخل في الدرس، يا ريت تنضمون لقناة التليجرام، موجود الرابط تحت في صندوق الوصف. Listen and say. اليوم راح ناخذ حرف ال S, T, وال U وال V. يلا. س س sun. س س sun. ت ت tiger. Ta ta tiger. A a umbrella. A a umbrella. The the vase. The the vase. هنا حرف اليو انطق أ زي الفتحة بهذه الكلمة، أقول umbrella umbrella. خلاص، ما حقول يومبريلا انطق يو، لا حنطق أ umbrella. إذا sun tiger umbrella vase. vase يعني اللي هي مو الورد معناته vase، لا اللي هي الفازة المزهرية، يعني نحط فيها الورد، اسمها بالانجليزي vase. vase هنا الاس انطق ز، اقول vase. اذا sun يعني شمس، sun. tiger نمر. umbrella اللي هي المظلة. vase مزهرية. يلا عيدوا مرة الكلمات. س س sun. ت ت tiger. أ أ umbrella. ف ف vase. Again. س س sun. ت ت tiger. أ أ umbrella. ف ف vase. Again. س س sun. ت ت tiger. أ أ umbrella. The the vase. إذن sun tiger umbrella vase. خلاص، احفظهم هذه الأربع كلمات كويس، وهنا رددهم على الحروف وكملوا السطور للنهاية. طيب، عندي هنا إيش راح أحط حرف ناقص؟ طبعاً عندي هنا sun، إذن إيش الحرف المفقود في الكلمة راح أحط؟ اللي هو حرف الإس sun. طيب هنا عندي اللي هو umbrella، ححط حرف اليو هو الحرف الناقص. طبعا vase راح احط حرف الفي، وفوق هنا عندي راح احط حرف التي اللي هو tiger. خلاص، اذا حرف التي tiger sun umbrella vase. sun tiger umbrella vase. طيب كمل عندي هنا على الأرقام، كمان رح ناخذ الأرقام اللي بعد العشرين. Fun time, listen, count and write. العشرين إيش أسميها بالإنجليزي؟ 20, 21, 20, كم هنا؟ 2. طيب بعد 22, 23, بعدين 24, 25, 20, كم؟ 6. ممتاز. 20 كم؟ 7. طيب بعدين هنا 28. ممتاز. 29. وآخر حاجة عندي 30. 30 أسمي 30. 30. إذا نعيد قراءة الأرقام. 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30. إذن أقول اسم المنزلة اللي هي منزلة العشرات 20، بعدين أقول الرقم اللي جنبها 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, و 30. طيب كذا نكون خلصنا الدرس، أحفظهم الكلمات وتدربهم على العد من 20 ل 30، واكتبهم الحروف، ولا تنسون الاشتراك بالقناة، كمان لا تنسون انكم تنشرون رابط القناة عشان الكل يستفيد من القناة. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.